يعني مش طالع مثلث كده زي بص، ما احنا اتفقنا ان اصل الموضوع هو ايجاد الفكره، صح؟ فانت عندك اصل الكتله نفسها لما بتيجي ترسميها انت الاول بتحلليه، يعني هي الاول مثلا عباره عن ايه؟ اصلها ايه؟ كون كون. طب الكون ده لما انت هتيجي تطلعيه هو على حسب زاويه الدوران بتاعته وعلى حسب الشكل. يعني هقول لك مثلا، تعالي هوريك، استنى، يعني مثلا دي بتاعت سيلفانا، استنى على ما ضيقتها اهو. اهلا كاترين، ازيك يا فنان، اخبارك ايه؟ بصي، يعني انت لو جيتي بصيتي الاصل الكون من ده، هي عامله ريديوس بتاعها صغير وطالع بردك على رفيع، يعني فاهمه؟ يعني هي نفس الريديوس. لا مش فاهم. لسه لما اتكلم انا وهي، بص، هو هي اصل الفكره او اصل حل الكتله هو ده المشوار بتاعنا من البدايه. يعني انا مش مهم ان انا اعمل الكتله بقدر ما انا احل الفكره بتاعتي. انت كان عندك يا هايدي الشكل ده كده، وانا بصراحه ايه زنقتكم فيه يعني. طيب انا هبتدي ازاي؟ انت تقولي صعب او انا مش فاهمه ده بيتعمل ازاي. البدايه عندك مثلا لو انت هتروحي ترسم مثلا عندك كون شكله كده هيعملها. بص، بالبدايه عندك ادي كون اهو، ادي الريديوس بتاعه يا هايدي اهي، واروح جاي طالع دي كده واروح مديله البوز بتاعه، شايفه؟ هايدي. طب تمام، ثم ايوه شايفه. يبقى انا كده مش محتاج امر تيبر، صح؟ ده انت الكلام ده انت بتتكلم مع نفسك، تمام؟ انا كده مش محتاج امر تيبر. طب ثم هو الراجل ده ادانا امر بند، احنا اخر حاجه خدناها ايه اول المره دي؟ كانت هندو تيبر. تويست ها، والبيبر. خدنا البن وتويست تيبر، صح؟ طب تمام، وبعديها خدنا ايه؟ لا بس التاسك كده. ده، لا لا وقفنا عند التاسك ده، التيبر التاسك ده والمعالج. اه، رحت انا جاي هنا واخد ادي البن ورحت انا جاي تانيح. اه بس استنى، ده الكلام ده وانت بتاخده ايه، بتتكلم مع نفسك، ده هو السيجمنت هنا قليل، ما هوش سموث. فالراجل ده قال لي انت ممكن ترجع للكون تاني واجي ازود هنا، ادي الهاي سيجمنت. حاضر. طيب اه بس هو خد بالك هو ليه معكوس تحت، انت بتقول معكوس يعني امر ميرور، ماشي. واجي هنا كده عندك سيلفانا، اروح جاي مغير الاكس. طب تمام، هروح ماسك النصين دولت واجي السلام اقول له عليكم. اعمل لي عليك سلام. انت كنت فين يا احمد؟ نعم، كنت فين؟ ايه اللي خرج؟ ايوه كنت بدور على الزوم لينك. اللينك. هو احنا لسه داخلين صح؟ احنا داخلين من الساعه 6، مش احنا اتفقنا بالتالي المره اللي فاتت؟ اسال مجموعه الفنانين اهو، مش احنا اتفقنا؟ انت لا نسيت؟ ما اتفقناش. لا لا اتفقنا، ما انت اتفقناش. نسيت. ما خلاص قربنا نخلص. انت جيت مصر ولا لسه؟ للأسف. نورت أكيد، بس أنا مش منور. الحمد لله على السلامه. يا سلام. ده لا احنا لسه جاي داخلين. بص، فانا همسك الشكل ده كده وهاجي اقول له هنا كده انت عايزه كام نسخه؟ اه والله ده انا عايز 20 نسخه، فاقول له 360 درجه على 20 فيها زاويه 18. فهاجي هنا بالانجل رايت كليك وهاجي اقول له هنا كده انا عايز هنا اروح مديله هنا زاويه 18، واجي اقول له لو سمحت روح اعمل لي هنا روتيت، واروح جاي هنا الاكسس دي كده واسحب مره واحده واقول له انا عايز 19 غير الاصل. وصلت؟ ما شاء الله. وصلت؟ طيب بس في حاجه، لو انا اصلا من البدايه كنت انا غيرت دي، يعني البدايه نفسها كانت الريديوس بتاعتها كانت صغيره، يعني انا جيت مثلا رحت انا جاي مغير الريديوس ده كده، شايفه؟ مثلا وما ظبطتش، ممكن نخليهم كلهم انستنس ونغير بقى اه في البارامترز. واتغير جدع، لسه كنت اهو، يعني انت ممكن تيجي تروح انت جايه مغيره ده كده اهي هنا في الزد واخليه انستنس بقى والعب. ايه ده هتلعب ازاي يعني؟ هتروح انت جاي عامل دي كده واروح جاي قايل له هنا ادي ميرور، والميرور بتاعتي هاخدها الناحيه الثانيه. ده الكلام ده ليه اصلا؟ عشان تجربي انت معايا، وامسك الاثنين دول كده اهو نفس الزوايا بنفس الحاجات اللي احنا عملناها ايه، شايف؟ تروح سحب مره واحده واقول له انا عايز 19 غير الاصل. هتلاقي ان انت عندك كل حاجه انت بتعمليها الموضوع مختلف. ايه ايه ده، هي دي؟ لا مش حلو. هتروح انت جايه ماسكه اي واحده منها ورا جاي هنا مغير الريديوس بتاعها. بصي، شايف حاجه؟
وكل ما هتيجي تغيري الريديوس الموضوع نفسه شكله هيختلف ويبقى شكل احلى كده. وصلت؟ ايوه. وصلت؟ برضك مش المهم ان انت تحليها بقدر ما المهم ان انت تفكري ازاي ان انا احلها، ده اهم حاجه بالنسبه. طيب مين قابلته مشاكل؟ خلينا بقى نبدا بالمشاكل. يلا. انا انا يعني ما كانتش طالعه طبعا مظبوطه زي اول مره، يعني اول مره ما كانتش مظبوطه، فقعدت اجرب لغايه ما ظبطت معايا. تمام. طب سيلفانا، ايه يا باشمهندس، انا لسه داخله الكور. في مشاكل عند حد؟ انا كان عندي مشكله ان قول. انا لما عملت الهانتريل بتاع البركوله، كنت عايز اوازي الخط اللي تحت اللي هو ما بين العمودين، عايز اوازيه بالظبط. انا خدته كده بالحب. آه. طيب هو انتوا البرجولة دي كده يا اولاد، انتوا البداية بتاعتها كانت ازاي؟ القاعدة بتاعتها، ماشي السلندر جدع تحت، جدع. يعني انا القاعدة اصلا بتاعتها. بعد كده عملت زي ما نقلها عشان أعرف الأفقي. الزاوية بينها وبين الأفقي عشان فانت سيركل، أظبطها في يعني النص انت عملت بالظبط. ايه؟ عملت تو لاينز سيركل. الأول، يعني فتحت بعدها السناب عندنا وعملت الهارت. لاين ولاين. بس الموضوع صعب قوي، يعني انت لو انت جيت، انا خلي بالك انا مديك اصل الفايل عشان تفكر فيه. بص، دي أنا القعده، عملتها كده. دي القعده اللي انت بتبتدي. بس انا عندي مشكله يا احمد دلوقتي، لو انت جيت هنا اهو عملت بوكس، عيش بقى واعمل روتيت لكل واحد من دولت على الزاويه دي. طب انا عندي بقى حل احسن. طب لو هو ايه هو يا كاترين، هو انت انا عندك عملت زي ما اخدنا في المحاضرة، عملت البيفوت، غيرته للسلندر نفسه، بقيت تمام، بعمل روتيت. بس خدي بالك، هي ما هو كده كده ده اصلا البيفوت في النص، خلي بالك اهو. لا بعد كده لا يعني ما احنا غيرنا. اي لا حاجة هي تانية. المشكله مش في بعد كده، هي المشكله في قبل كده. انا هنسب اللي انا هعملهم كوبيستات ازاي هنا. هو الدايره كام درجه؟ 360، 360، وعددهم كام يا ابراهيم؟ 8، 360 على 8 من غير 8 كالكليتور. 22 ونص، 40، هي 45. 45 أو 45. جدع. فانا هاجي هنا كده، لو انا جيت لفيت القاعده دي 45 هتديني نفس البوز. فانا هاجي يا سيلفانا كده اروح جايب لي نص ال 45 كام يا سيلفانا؟ 22 ونص. نايمه ولا ايه؟ لا ما حضرتك. امال مين اللي حس نايم؟ مين اللي رد عليا الوقت؟ الأذان. طب خلاص، لو خلاص بلاش النهارده نكمل شرح وناخد امتحان سريع. يلا. ليه؟ لا احنا مركزين مع 5 دقائق، بعضنا. اصل انا حسيت ان الجو ساقع، فحاسس ان كله محتاج كوبايه نسكافيه كده سخن، انا هديها لكم. يلا. احنا صعب ان احنا نعمل دي. بلاش، كل انا عايز مرة اخلص، في انا على فكره الامتحان عايز اخلص بيتقل. منها عشان طيب بص، فانا هاجي اروح جاي مدي لها 22 ونص. ليه 22 ونص؟ عشان يبقى انا عندي سايد عدله كده. طب هو انت بعد ما عملت السايد العدله دي كده الموضوع بقى اسهل؟ خلاص. لان انا هرسم اولا عليه البوكس الهندسي لان انا اولا بعد. مش مديك مقاسات، وانا قاصد، وفي نفس الوقت عشان تشتغل في الاربعه فيو بورتس، وفي نفس الوقت عشان تبتدي ان انت تشتغل فين، لو عندك مشكله يمين عندك مشكله شمال عايز تروح تبتدي ان انت تروح ترسم هنا، وابتدي اروح اجيب السلندر. خلاص الموضوع بالنسبه لك بقى سهل ان انت السايد اللي قدامك عدله، مع ان في زياده يا احمد هنا وهنا، وانا قاصد يا احمد اهي، واجي هنا كده، هنا ادي مو، واطلع كده شيفت، واجي اقول له هنا شيفت لو سمحت وكررها لي كده اهي، واجي اقول له خليها لي انستنس او كوبي مش هتفرق، ثم هاجي اقول له هنا كده اوكي، واروح جاي ماسك دولت بعينك برضك، وابتدي ان انا طبعا احنا خدنا ممكن اعملهم بالمقاسات، رايت كليك على موف وابتدي اتحرك. هاجي هنا كده شيفت، واروح جاي طالع فوق اهي. تيجي بقى اول زتون، هو انت المفروض تكرر دي صح؟ كررها هنحطهم اهي. في جروب كله. عملت جروب، هنحطهم في جروب. يبقى انا هاجي كده ادي هيراركي، ادي افكت بيفت، واروح جاي هنا بالسناب، واروح جاي واخد من هنا بيفت اهي. هايدي انا شغال بسرعه هايدي. لا لا تمام. طيب لو في حاجه قولي استنى، يعني واقفين، اروح واخد البيفوت ده كده واروح مشاور على ده كده يعني، ثم اقفل، ثم اجي روتيت، واجي بعد كده اقول له والله هاجي هنا للانجل سناب احط لك زاويه كام؟ 45. تمام، واجي اقول له هنا كده شيفت، واروح ساحب دي كده مره احنا واقول له عملناش جروب. نعم. لا عملت جروب؟ ما عملناش. لا طيب همسك دورك كده، واجي اقول له هنا كده ادي جروب، وادي هنا افكت بيفوت، واجي هنا كده للبيفوت بتاعي،
واجي هنا بامر موف، اروح جاي ساحب ده من هنا اهي واقفل، وهتجي هنا ادي روتيت، واجي هنا برضك بالانجل سناب شيفت، واروح واخد دي كده نسخه واحده، واجي اقول له لو سمحت انا محتاج هنا كام؟ سبعة لا ما احنا هنسيبها مفتوح، هنسيب ضلع مفتوح عشان حد يخش. ستة ستة تمام. يعني احمد جاي مصر زياره، مش هندخله البرجوله؟ لا صح دخل. هنط لازم نركبه الحلزونه كمان، هو مش هيجي اونطه كده. واجي تمام هنا كده، صح يا احمد؟ ايوه. ده انت بس حزين قوي معلش، ازاي؟ انا تهت في حاجه واحده بس في الاول. ازاي قول. حضرتك عدلتها؟ يعني ازاي عملت خليتها تبقى لفتها 22 ونص، يعني لفتها هي اصلا 22 درجه ونص. مش السلندر ده كان 8 اضلاع؟ ايوه الدايره بتاعته كام ده؟ هو 8 اضلاع، 360 على الدايره على 6، 360 على 8 فيها كام؟ مش عارفين. طيب لو انت لفيت 45 هديك نفس البوز ده، نص ال 45. طيب طب اعرف ان انا هي اكتر من 8 يعني. هتقسم بقى، هتقسم. اوكي تمام. طب هو مفيش طريقة ان انا اصلا كنت ارسم البوكس على زاوية مايلة ممكن مرة واحدة؟ نرسمها زاوية طبعا، ممكن اعمل حاجة اسمها اوتو ازاي تريد، بس بقى؟ هقول لك حالا بقى. هشاور على دي واخد هنا ادي البيفوت اهي، واجي سلفانا كده اروح واخد ده كده، ونفس المشوار اللي انا عملته هعمله تاني. شفت يا ابراهيم؟ واروح ساخد دي كده، تمام ادي الانجل سناب اهي، واجي اروح جاي واخدها دي كده اهي، واقول له محتاج هنا 7 غير الاصل. ماشي. طب ثم كده فاضل بقى عندك اللي هي الزيتونه اللي انا مديك عليها اصل الفايل عشان تدور يا جوه، اللي هي عباره عن يعني عندي هنا ادي كون اهو، برضك انت عامله بالحب مش بالريديوس ولا حاجه، واجي اخلي هنا كده عدد اضلاعه 8، واخلي اشيل السموثنج بتاعه، واجي اروح جاي مطلعه فوق موف اهي، اروح جاي مطلع ده كده، اقفل السناب واروح جاي مطلع ده كده. ماشي. حلفه بقى كام يا ابو حميد؟ 22 22 ونص صح؟ طيب احمد ايوه اهي حلف ده كام؟ 22 درجة ونص زي اللي تحت. وصلت؟ تمام. ايوه تيجي بقى للجزئيه اللي هي المفروض ان انا مديلكم اصل الفايل عشان تدوروا جوه، هي ايه؟ اولا الشكل، ماتش. الكتله اللي موجوده دي تمام، هي ما هي الصالب اللي هي مفرغه، يا نهار ابيض واحنا نرسمها عصايه عصايه؟ لا انا مديك اصل الكتله واصل الفايل عشان تخش الموديفاي، هتلاقي في عندك امر اسمه لاتس. بيعمل ايه لاتس؟ انا حاجه ادوس عليه بس جاست وان كليك بس كده. ايه ده، هو ايه اللي حصل؟ ده شال لي الكتله وساب لي السيجمنت. يبقى انت كده بالمنطق لو انت عايز تروح تزود العدد هتعمل ايه؟ those هعلي segments السيجمنت، those segments اروح جاي للكون واروح جاي مزود له ادي الهايت سيجمنت. حاضر. استنى بس معلش، سيلفانا عايزه تخن السيجمنت الواحده، هتخنها منين؟ جوه امر لاتس هو مديكوا حاجتين يا اولاد، مديك الجوينتس ومديك الستراتس بتاعتها اللي هي سيجمنتس، او أو عايز الاثنين. تحتفظ بالاثنين، ومديك الباراميترز بتاعت الاثنين، يعني ادي الريديوس اهو شايفه، وممكن اخلي ازود سايز لو انت عايزه يبقى في حديد او تشتغلي حديد مثلا. حد معايا؟ ايوه طيب تمام، بس خد بالك هو في مصيبه سودا حصلت، حد شايفها؟ سيجمنتس كترت أوي. سيجمنتس كتير، فانت خدي بالك. يعني اقصد خلي اللون الابيض بتاع السيجمنتس ده الارم انذار ليك ان انت عندك سيجمنتس. تمام. وكمان رقم 7 ما حدش ينسى. طيب هاجي بعد كده اروح جاي واخد منها نسخه شيفت، واروح جاي طالع فوق. حاضر اهي، واجي هنا كده اروح جاي اعمل هنا ريسكيل. حد معايا يا ولاد؟ تمام. عايز اديت سايدز براحتك، لو انت عاملها انستنس خلاص الموضوع خلصان، دي ودي الموضوع بالنسبه لك بقى بسيط. طب هو احمد انت دي ما فيهاش ارض؟ ما تيجي تعمل ارض اي اوبجكت اي مكان ان شاء الله سلندر، بس تخنته اهم حاجه يا ولاد، ما تخليش التخانه زيرو، اي رقم غير الزيرو. طب تمام خليها واحد. طب احمد انت هتقعد كده في الطل ولا لازم يبقى في شجر؟ لا ماشي. لازم طب وهتقعد على الارض ولا لازم يبقى في كرسي؟ لازم، لازم يبقى في عشان سبيس. اروح ادخل اي اوبجكت اي مكان، ما انا مش كل ما هاجي يا اولاد هعمل فايل جديد ومحتاج كرسي، محتاج كنبه، محتاج انتري، محتاج وحده اضاءه، هروح اصممها، فانا بتكون عندي واروح اجيبها، يا اجيبها يا اما بدراج من بره اسحبها، يا اما اجيبها اعمل لها هنا فايل امبورت ميرج. والفايده بتاعت ميرج ان هي تديني امكانيه ان انا انقي
الحاجات اللي انا محتاجها من الفايل، ودي ترجع اهميتها بقى اللي هي نيم اند كلر لو انت فاكر يا احمد. فانا خلاص عارف نيم اند كلر عامله ازاي في الكرسي بتاعنا، فهختاره واقول له طبعا هنا الفايل فيه كرسي بس، لكن انت افرض الفايل بتاعتك فيه حاجات تانية كتير، فانت عارف اسمها ايه، فانت بتجي دي اضلع الكرسي واقول له دي زيتونه حلوه، بيقول لك انت عندك خلي بالك في عندك بعض الاوبجكتس من جوه ليها نفس الاسم، اعملها ريبليس، لا الغي القديم برضك، لا اعمل لها اوتو ريني، يعني دخل لي الكرسي وغير لي اسم، ما تتعملش اي حاجه لما تيجي تعمل هنا جروب، واجي اظبط بقى الكرسي. احمد انت هتقعد يا احمد جوه البرجوله لوحدك؟ لا احمد سكت. لا 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 مش عارف ما يلا امال هتقعد جوه مع مين يا احمد؟ ار واعترف ار. ما علينا أي عشان حد نسكت. بقى يعني انت هتسيب الدنيا كلها وتروح تقعد جوه برجوله مع حد؟ يا نهار ابيض. ماشي يا احمد، حاجه امسك دي كده. طب احمد انت هتقعد جوه البرجوله هنا، مش هتشرب شاي لا عش او ليمون مثلا مثلا؟ على حسب هرسم هنا. الحال. طيب هرسم هنا الترابيزه، هرسمها ازاي ودي فيها زيتونه برضه؟ لو انت جيت هنا رسمت كون ودوست وان كليك كده وسحبت، هو معلش هو الكون ده ابتدى منين؟ الارض. من البيت بتاع ال اي ماشي، بس انا كده هو هو من الزيرو زيرو، بس انا كده زودت سيجمنتس انا وكتله انا مش محتاجها، فعشان كده هو عمل لك هنا حاجه اسمها ايه؟ اوتو جريد. اوتو جريد. فانا شاور على السطح وارسم، يبقى يعتبر ده الزيرو زيرو. هتشايف تمام. تاني اجيب براد الشاي اللي احمد هيشربه اهو، واجي هنا كده على الترابيزه اشاور على السطح بتاعها واروح اعمل. ابسط يا عم اشربك شاي في مصر. احمد انت هتقعد في الطل ولا لازم شجره؟ لا شغل طبعا يبقى انت كده مش رايح تقابل واحد صاحبك بقى طالما في شجره واتنين ليمون بقى. خالص مش ده برد شاي. ده انت يا ابني ده انت قاعد هنا على اخرك، انت لازم انت هتسافر اه امتى؟ والله ايه كان شوك. يا نهار اسود، ده انت هتكون فقست هنا. انت لسه اول كام يوم وانت على الاخر يعني. هو اول يوم النهارده يا نهار ابيض. طيب بص، هتلاقي في عندك هنا ادي ستاندرد، وهتلاقي عندك هنا ايه؟ AEC extended AEC AEC ومن جواها ابراهيم، في عندك ايدي ومن جواها مجموعه شجر فيك كده مش حلو، احنا مش هنستخدمه الا يعني كده كده شكله مش حلو، بس مؤقتا لحد ما احنا ايه، عشان ابراهيم بس ايه الشمس ما تبقاش حاميه عليه وهو قاعد تحت في ايه في البرج. وصلت؟ طب الخلاصه بس من اللي انا عملتها، حطيت لنا شجر الفيك ده ليه دلوقتي؟ بص دايما التفاصيل اللي هي في الكتله بتاعتك، سواء كنت هتشتغل انتيريور او هتشتغل اكستيريور، اهم شيء في الاظهار. ممكن على فكره يبقى الشوت حلو جدا حتى وهو مش واخد ماتيريال ولا لايت، تقول عليه الله على بس ما انت موجود عليه. تخيل بقى ان انت عامل تفاصيل الكتله حلوه وتقدر تدي لكل حته الماتيريال اللي تخصها. انت حد معايا؟ تمام. تقدر ان انت تروح تاخد شوت حلو لان ما فيش حاجه تخبيه، تقدر ان انت تروح تنور الدنيا كويسه. فانت خلي بالك اهم حاجه من التفاصيل وانت طالع. وصلت؟ تمام وصلت؟ ازيك يا هند؟ تمام ايه الاخبار يا فنانه؟ الدنيا ماشيه ولا في مشكله؟ انا خلاص جبت اللابتوب ووصلت لحد البند وعملت الترابيزة والبادجت والحاجات دي، يعني طيب المرة الجاية اكون جبتكم. خلاص طيب ولو في اي حاجه قول لي اعيدها لك زي ما انت عايز ما يهمكيش، تمام. خلاص ماشي ماشي؟ ولو تمام. في مشكله اهديني فويس ما تستنيش المحاضره. خلاص تمام ماشي. شكرا شكرا. نعم. طيب ده لحد اخر ما احنا جينا خدنا ولاد. انا عندي سؤال بس في يا ريت البرجولة دي، يلا قول. اللي هي العواميد الصغيرة القصيرة، العواميد القصيرة مالها؟ ازاي اخليها في سنتر البوكس اللي انا حطيته، هقول لك بص ما اقعدش ان انا اعملها بالشبه؟ بص، هو احنا واخدين البرجولة دي عشان نعملها بالشبه، بس انا هرد على سؤال دلوقتي. انت عندك ده بوكس، وهديهولك من المثال الاصعب للمثال الاسهل. ده عباره عن بوكس خد بالك، وده عباره عن سلم. حته ان انا اروح اخد ده في نص دي بالنسبه للموقف ده، فانا ما عنديش الا البيبي خد بالك، همسك صاحبتنا دي بامر مو وهشاور على دي، شايفه في النص ولا مش في النص؟
لا انا ما بقولكش كده، ما انت عايزه ايه؟ انا عايزها على العمود اللي انت عملته. حاضر، انا هاجي هنا كده، ادي الكوبيستا او الخشبه اللي هي موجوده في النص اهي، ادي بوكس وهرسم دي كده. قفلت معاكي بقى يا هايدي، لازم اجيبها في النص معاكي ومعايا. طب انا هعمل ايه؟ عندك حاجه من اتنين، اولا انا اقدر اجيب الاوبجكت ده وبنفس المنطق واقول لو سمحت خد من البيفوت على البيفوت، حطه في النص. طب استنى، والانترسكشن او التقاطع ده، ده النقر واللسان. انت عارف يعني ايه نقر ولسان؟ طيب ايوه طب طب ماشي. طب انا هكرره ازاي؟ اولا انا اقدر اجيب يمين وشمال بالمقاسات. ازاي يعني بالمقاسات؟ هكليك يمين وعندك ادي الاكس بتاعتك اهي، اقدر اتحرك يمين وشمال، شايفه؟ تمام. انما بقى اللي احنا لسه ما خدناهوش لحد دلوقتي وده هناخده النهارده، ان انا اروح اقول له انا عايز عدد نسخ قد كذا ما بينهم قد كذا. لكن انا دلوقتي لحد ما احنا خدنا اقدر اكرر، خد بالك، واقول له اديني عدد نسخ. اللي انا اقدر اتحكم فيه ان المسافات تكون متساويه، لكن قد ايه انا لسه ما اعرفش. وصلت؟ طيب، تمام. عشان برضك يبقى انت سؤالك كامل واحنا وده مش شرح يا ابراهيم، ان احنا هناخد حاجه اسمها اريه. هقول له والله انا محتاج كذا نسخه في اتجاه كذا على بعد قد كذا. سيبك من كذا وكذا اللي انا بقولهم ده مش شرط، شايفه؟ يبقى انا حددت له السبيس بتاعت كل ايه؟ الفرق ما بين كل واحده من السنتر للسنتر. وصلت؟ طيب، هو انا كنت ازاي بقى ارسم البوكس ده من غير ما اعدل الدايرة؟ لا عمرها ما كانت لان انا بالحب، عملتها كده. عمرها ما هتظبطيها بالحب، فاهمه؟ لان انت لو انت دي تاني يا احمد، دي ليك انت بقى. انت لما جيت يا احمد عملت السلندر ده كده، وجيت قلت لك هنا 8 اضلاع، انا اصل الزتونه اللي خلتني ان انا اعمل لكم البرجوله دي، ان انت تفكر ازاي تشتغل على العين، على العوج ده، عمرك ما هتعرف تظبط. اجيب دي كده ماشي، طب وهقعد اعمل كده ماشي، يا نهار ابيض ده ايه الذل ما ده، انا حاولت ان انا واجيب اعمل دي كده كده فشلت طبعا. خالص ولا تظبط قمت معاكي. عامله نفس، خدت كوبي من أه؟ اللي هي الاصليه دي وعملت برو بوليان أه وفرغت صعب، اللي في لا النص. صعب صعب، ده انا اصلا مديكي دي اصلا عشان تمسكي دي كده وتفكري الفها ازاي. ما انا اكيد هعمل روتيت، وحتى خلي بالك يا ابراهيم انت ممكن تجرب. ازاي يا كاترين؟ كاترين ما يمكن انا انت صح؟ كاترين ايوه. نمتي ولا ايه؟ لا لا، انا مع حضرتك. طيب هروح انا جاي ايه بالحب يا ابراهيم كده اعمل كده، وتحاول تظبطها مانيوال، شايف؟ ده اقصى حاجه غلط ممكن تعملها، لكن بالظبط. الصح ان انت تشوف الزاويه على الدوران 360 على عدد وتطلع وتنصصه بس 360 لو درجه. عندنا شكل مش منتظم. لو شكل مش منتظم بقى هتعمل لها باص وتركب عليه. يعني ايه ايوه باص واركب بالظبط. عليه؟ لما اجي اشتغل 2 دي اهو، انا اعتقد عملتها لكم المره اللي فاتت. يعني مثلا عندي مثلا شكل زي كده، عايز احمد ليه كام ضلع؟ احمد قفلت معاه وعايز 11. طب اشمعنى 11؟ هو مزاجه كده. طب هجيب بقى اللي هي الشكل ده واكرره ازاي؟ هجيب الشكل اهو، وده مش شرح، خلي بالك يا هايدي، انا برد بس ايوه. على الاسئله. خلاص؟ هعمل ايه يا احمد؟ هروح جاي ماسك الاوبجكت واروح جايب امر احنا لسه هناخده في ال2 دي، واقول لو سمحت خلي ده المسار بتاعك اللي هتكرري عليه الاوبجكت. هتكرر عليه الاوبجكت ازاي؟ اهو. يا وراح فين؟ اهو مش شايف. واقول له كرر لي عدد قد كذا. واخد معايا يا اولاد؟ بص انا سبقت الاحداث بالزياده، بس عشان ارد ايه، حسيت ان هاي دي قافله شويه، مش قافله، عندها فضول انها تعرف، وانا ما بحبش حد يسالني واقول له لا. دي ما عادش شرحها لما نيجي ناخد التو دي. وبرضك مش معنى كده ان محدش يسال، اسال ووقف ولا يكون على بال، هجاوب ولو انا الوقت وانا ضاق بعمل بينا. البرجولة فتحت الاري، اتخضيت من المنظرة، رحت قفلتها لا تاني. لا، احنا خدنا قريه على فكره. لا بس لسه ما شرحناش. ده خدناه، احنا لسه مش هشرح دلوقتي بس هرد على السؤال ده. بس خدنا اولاد قريه ولا ما خدناش قريه؟ لا مش خلناه، مين يرد ويلسع 5 درجات مني؟ او تقريبا اخدنا ساعة ما كنا بنرسم ترابيزة لا السفرة دي. لا 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 لا. طب سيلفانا خدنا همسك حاجة واحد واحد شبيهة بيها، يا فندم. خدنا حاجة شبيهة بيها هو انت قربت، معناه لما ان احنا بنعمل موف، لما بنعمل موف جدع جدع. وبناخد برافو عليك، كده انت لسعت مني 5 درجات. استنى يا احمد، الحمد اكتب لله. بالك بس عشان ما انساش أنا حاجة مش تفتح عايز النفس. 5 فلل، مش عايز 5 فلل وحاجات قدر 5 فلل. طب تصدق انا كنت عطالك 5 درجات دلوقتي، ان قلت افتح نفسك شويه عشان انت جيت مصر، عشان انت قافل من الصبح. يا خبر، في ثقه.
طيب احمد ايه؟ احمد إيه؟ اسمك احمد ايه؟ نعم، أحمد عبد العاطي. احمد الله. ماشي. بص الرد على السؤال يا هايدي، احنا خدنا الري بس فرط. فرط يعني ايه؟ يعني خدنا شيفت مع موف، وخدنا شيفت مع روتيت، وخدنا شيفت مع سكيت. انت معايا؟ تمام تمام يعني انا هقول بص، انت عندك ده اوبجكت وليكن مثلا ده عباره عن كيوب، وهاجي اخلي طول ضلعه هنا اهي خلاص، حاجه اخليها مثلا هنا ادي 10. هي مش معاد شرحها دلوقتي بس انا هشرحها دلوقتي، بس هاجي هنا كده من قائمه تولز واجي اقول له هنا ادي اري، هخرج من الامر عشان تظهر بس، رايت كليك كده تولز وادي اري تاني، ادي الاوبجكت وهاجي اخرج من الامر واجي هنا من قائمه تولز واجي اقول له هنا ادي اري. يا نهار اسود ايه شكل ملعبك ده؟ هو ولا ملعبك ولا حاجه، بس واحده واحده. لو انت جيت بصيت هنا طبعا بريفيو، انا بتفرج قبل ما اقول له اوكي واحد. الكاونت عدد النسخ خليهم 5. حد فاكر كوبي ونسخ في ريفرنس؟ أيوة. طب ادي موف وادي احداثياتها الاكس واي زد تايم، روتيت وادي نفس القصه، سكيل وادي نفس القصه. يعني هو مجرد ان هو جمع لي الثلاثه دولت في نفس المكان. لو حد معايا؟ يعني انا عايز 5 نسخ فرق المسافه زي ما كنت بتكلم مع هايدي. هقول له مثلا 20 وادوس انتر، عمل ولا ما عملش؟ تمام التوتالز دي انا ما بعملش فيها حاجه. طب ايه الجديد بقى؟ ده اللي انت عملتيه الاوبجكت وتكرر، ده معنى ال 1 دي. طب ال 2 دي، ال 2 دي يعني بياخد الصف اللي طلع ويكرره مجموعه صفوف. يعني هاجي هنا لل 2 دي وهاجي اقول له لو سمحت انا عايز مثلا في الواي مثلا 20 كام نسخه؟ 2 يا ابراهيم او 3 او 4 او 5 زي ما انت. خلي بالك ما ينفعش تشتغل 2 دي الا لما تعدي على ال 1 دي الاول. يبقى تمام. معنى طب كده هو انا ان ليه ما اكتبلوش في الواي اللي فوق؟ الواي اللي هنا اكتب زي ما انت عايز، بس هنا اللي فوق دي هتديك الرسمه بزاويه. يعني لو انت كتبته 20 و20 بص هتبقى عامله ازاي؟ بص التوب حاجه هنا كده اهي، ادي 2 دي اهي. طب 3 دي مش هينفع اشتغل 3 دي لما اعدي على ال 1 دي وال 2 دي، ما يوتو دي ينفعش عشان هو اشتغل 1. هيبدأ بقى يكرر في الزد. جدع برافو عليك. هطلع مثلا في الزد هنا ابرهم كده واخلي هنا 20 سم اهي، واجي اقول له اطلع لي كام دور؟ دور 2 3 زي ما انت عايز. دي الجديده بس اللي هي ايه؟ غير ان هو جمع لك الثلاث اوامر في حته واحده، هو اداك 1 دي و2 دي و3 دي. حد معايا يا اولاد؟ تمام يبقى هو كل القصه ان هو جمع لي الثلاث اوامر اللي هي شيفت مع موف وشيفت مع روتيت وشيفت مع سكيل فين؟ في حته واحده بس. وصلت؟ تمام وصلت؟ بس. تمام. عايز ادبسكم بصراحه بس بالبق، يعني طب مين هو ياخد انا ممكن التدبيسه؟ اسال سؤال؟ قول يمكن يطلع هو نفس السؤال. قول هو انا ليه ما عملش الترابيزه دي بدل ما كنا بنعملها بالبيفت والانجل سناب؟ ما فيش طريقه اري تبقى راديال ونعملها بيها؟ ممكن، ما هي دي انقل البيفوت واعملها بأريه بدل انجل سناب واعملها روتين. بس راديال مش اكس واي وزد بس. ما هو الراديال دي بقى اللي هي زي الكاد، هتعمل ايه؟ لازم انقل السنتر بوينت اللي هو البيفوت. تمام وصلت؟ تمام طيب تحب ادبس حد بالسؤال وليكن مثلا احمد نحتفل بيه عشان هو جه مصر، خدت بالك؟ ولا اخلي السؤال على العام؟ العام. بص نفهم. طب بص، حد عارف السلم السبايرال؟ اشتغل 1 دي ولا 2 دي ولا 3 دي؟ ايه السلم السبايرال ده؟ اللي هو السلم الحلزوني، السلم الدائري. خلي أمال بالك، مش إيه؟ خلي بالك مش مهم اري، المهم تفكر باستخدام اريح. محتاجة أستعمل الثلاثة. ماشي ده مي ماشي ده رأي. خلي بالك اهم حاجه المنطق مش مهم الماكس. ده انا مش بشتغلها، ده انا بحضر بس. يعني دي السلمه اللي هي 30 متر 20 قايمه 15. ما هو انا لو اشتغلت 3D فكده لازم اشتغل 1D و2D. طبعا ده لازم، ده احنا مجبرين على كده.
هيبقى 3D. 3D. يلا انا همسك واحد واحد بالاسم، انا خلصت احمد كده 3D. طب هايدي خلي بالك بالمنطق، يعني انا مش اللي هو بالنسبه 3D لي، يعني انا همر بالثلاثة قصدي ايوه كده طبعا يعني. طبعا 3D اكيد. 3D هايدي. طب كاترين، انا قلت برضو 3D. طب ابراهيم خلي بالك برضك بالمنطق. لا انا طيب هفكر لسه ما اعرفش طب والله. فكر فكر وقول. هند 3D، 3D. طب سيلفانا انا شايفة 3D برضو. شايفها 3D برضه. طيب ابراهيم لقيت حاجة ولا اقول؟ هالي وان دي صح كده انت اصبت. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بص هو معلش بص معايا فكر بس باللحظة، هو السلم السبايرال ده بيعمل ايه في الواقع؟ يعني بيلف حوالين نفسه، بيطلع بيطلع ويلف قدام او يلف ويطلع ويلف، فوق. يعني هو بيعمل حركتين بس، بيطلع وبيلف بس. خد بالك طالما انت هيلف فانت مش هتسيب السنتر بوينت هنا، صح؟ صح. هتعمل ايه؟ هروح انا جاي نص هايرارك داير هروح هنقلها في باك النص، تيبل، نص الحاجة اللي بيلفها دي. واجي هنا كده ادي هنا بالسناب، واجي اخد من جوه اروح جاي واخد بيفوت بس اهي واقفل خلاص. انا كده وظيفيا انا شغال بس ده المنطق يعني. واجيب بقى من هنا تولز ايه يا ابراهيم؟ ايه اريا، ريت تعالى لي بقى، تعالى بقى نترجم بيطلع ويلف. انا هعمل ريسات للارقام القديمه واعمل بريفيو اتفرج وهاخدهم كب واي عدد نسخ ماشي. يعني ايه معلش يعني ايه بيطلع؟ يعني انهي امر من الثلاثه دول؟ بيموف لفوق، موف موف بيموف في حاجه في الزد الزد كام بقى اللي الزد هي قيمه القايمه اللي هي 15 15 سنتي. طلع؟ لا ما احنا محتاجين بقى لا نزود هو في طلع، محتاجين روتين. لا هو طلع خلاص طلع ايوه اهو. طيب يعني ايه كلمه بيلف من الثلاثه دول؟ روتيت روتيشن اهي، انا هاجي روتيت ادي له هنا زاويه روتيشن. يبقى كده استخدمت 1 دي ولا 2 دي ولا 3 دي؟ 1 1 دي دي. 1 دي يبقى هي القصه مش ان انا استخدم اري، لا القصه ان انا افكر بالمنطق بتاع اري. حد معايا يا اولاد؟ اوكي. وصلت؟ انا مش فاهم ال X وال Y وال Z والاولانيين وال Array بتاعت 1 دي و 2 دي و 3 دي. طب هقول لك بص، انا معايا مثلا ده هنا ادي اوبجكت، وادي هنا الاوبجكت اللي هو عباره عن كيوب، وحاجه خلي طول ضلع وكذا اي مقاس انت عايزه، وادي الاوبجكت بتاعك. تعال نجرب سوا. دي الكتله بتاعتك اللي هي طول ضلعها 10 ماشي. لو انا جيت قلت له هنا كده ادي تولز وادي اري، سيبك بقى من 1 دي و2 دي و3 دي، انا هاجي هنا كده من تولز وادي اري. انا فرضا ان انا ما عنديش الا ال1 دي اللي هي دي، يعني لحد هنا بس ما عنديش الا السطر ده بس، ادي بريفيو تمام وعدد النسخ مثلا 5. انا جيت هنا في الاتجاهات بتاعتك ايه؟ احنا اتفقنا ان نقطه الاورجن و0 0 والدليل بتاعك اللي موجود فين؟ في الجهه الشمال صح؟ تمام طيب ده الاكس اهو صح؟ فانا هاجي هنا في الاكس اقول له انا عايز 5 نسخ، فرق في الاكس 30 سم. طلعت؟ تمام طلعت؟ طيب لا حلو. والله احمد مش عايز في الاكس، احمد عايز في الواي. خليك معايا واحده واحده، هاجي هنا كده ادي في الواي. طلعت؟ يبقى كده لو انت جيت فكرت بالمنطق، لو انت جيت ده كده اكس وده كده واي، طب انا لو حطيت له قيمه في الاكس وقيمه في الواي هو بيعمل ايه؟ بدل ما يطلع هورزونتال او فيرتيكال هيروح جاي طالع فين؟ زاويه كده. انت معايا؟ يعني هاجي كده اهي واجي اقول له لو سمحت شيل لي دول بس كده اهي كده، واجي اقول له انا عايز 30 في الاكس و30 في الواي. كده عمل انجل في النص. انجل في النص، مش انجل، هو خد نقطه من هنا ونقطه من هنا ووصل، بقت ايه؟ اوكي بقت دايجونال. ده ال1 دي. احمد انت تمام. معايا؟ طيب ده ده بالنسبه لايه ال1 دي؟ وتقدر تعمل نفس القصه في الثلاثه. بس هي المشكله ان انت مش مساله ان انت تقدر. طب هو انا هستخدمهم ليه؟ فرضا ان انت عندك دي واجهه ودي شبابيك. جيت في ال1 دي حطيت يا احمد هنا 5 شبابيك ابراهيم، جيت بقى في ال2 دي عايز ارفع الشبابيك على الادوار فرضا ان هم مقاساتهم ايه متساويه. فانا هاجي هنا في ال2 دي واقول له والله اطلع لي في الزد، مش هجيبها في الواي اهي، اطلع لي في الزد 30 كام دور اهو. حد معايا ولا فين؟ تمام. انت فهمت؟ يعني معنى كده ان الثلاثه دول هي عباره عن اتجاهات مش اكتر، اتجاه يمين ولا شمال ولا فوق، اكس او واي او زد. وصلت؟
تمام وصلت؟ تمام اهو. تمام عايزكم تعملوا لي سلم السبايرال ترجعوا سلم الحلزون يلا، واللي خلاص ابعت قولكم على نية امتحان يعني امتحان ولا زيتونة؟ زيتون. طيب لو انا حبيت اعمل شباك سلسلة هعمله ازاي؟ اللي هو عبارة عن 4 قوايم وبلس في النص شباك ايه؟ سلسلة، يعني 4 قوايم شباك عادي يعني، يعني اه اربع قوايم كده اهي في بلس في النص، اعمله ازاي؟ احنا هنعمل البلين ده في الفرونت. ماشي اعمل بلين وهنقصقص ولا نعمل ايه؟ لا، ما احنا هنقلل بس سيجمنتس، هنخليها 2 في 2 ولا او 1 في 1 تقريبا. ماشي تمام. اه معلش احنا بنعمل ايه عشان ما شباك سمعتش. شباك سلسلة، شباك اللي هو 4 قوايم وبلس في النص. بس هنعمل بقى لاتس. انت حليتها لهم يعني، انا كنت ناوي ادبسهم يعني، بس ماشي احنا اخدناها دي احنا فليكشر خدنا كلوريك حاجة، خدنا شباك خدنا حاجة اه شبهها خدنا المرة الشباك اللي فاتت. وخدنا كلون وخدنا الازاز وكده. طيب لا يعني انت خدناها في السريع، لا خدناها لا في السريع، خدناها ما في خدناهاش. السريع كده، انا كنت بسأل ساعة الفيلا اعمل الشباك ازاي مين بالقوايم بقى اللي فهي بيقول خدنا؟ الشباك. لا في ولد قال لنا اعتقد احمد اللي خدناها في السريع صح؟ لا ده ابراهيم اللي قال كده. ابراهيم؟ ماشي. طب انا لو حبيت اعملها تانية سريعة انا هعملها ازاي؟ انا هاجي هنا كده من موديفاي وهاجي بروح اقول له هنا لات ال وانتر. ايه ال وانتر؟ بيديني امر لاتس، بيسيب لي العظم خدت بالك، ويسيب لي تمام اشيل الجوينتس وازود التكنس بتاعه. طيب ونعمل اجي لها كلون في مكانها. اجي اعمل بقى الاوبجكت التاني ازاي اللي هو الازاز، هتراي كليك وهاجي هايدي كده هقوله هنا كلون، وهاجي اقوله هنا ادي كوبي والغي من هنا امر لاتس. طب اللون اقدر اغيره؟ طبعا مثلا. طب ينفع اخليه شفاف لحد ما ناخد الماتيريال، هراي كليك وادي بروبرتيز اهي، وقول له سمحت خلي الفيزابيليتي مثلا بتاعتك مثلا 0.5. وصلت؟ تمام تمام طالما الزيتونه دي انتوا خدتوها. طيب لو احنا خدنا اللي هو الجمع والطرح بس سريعا صح؟ بالحب مش شرحا صح؟ البوليوم ايوه اللي هو البروبوليوم البوليوم. ايوه حضرتك قلتها بسرعة كده بس قلت انا جدا. كله بعدين. لان هي ما عادش شرحها النهارده. بص لو انا حبيت اطرح شيء من شيء فانا هعمل ايه؟ بص اهم حاجه في موضوع البروبوليان ده ان هو كله مشاكل لو انت جيتي عملتي اندور ورجعتي في كلامك وهكذا، فخد بالك بس الستابس بتاعتك هتبقى عامله ازاي. انا معايا اوبجكت يا اولاد زي ده كده وليكن بوكس، ثم هاجي يا ابراهيم اروح جاي عامل هنا عليه احمد مجموعه سلندرز كده، واجي اقول له هنا شاف وراح جاي ساحب ده كده، دي كذا نسخه. طيب مين الطارح ومين المطروح منه؟ المطروح منه المطروح اللي منه هو البوكس الازرق الكبير. اللي هو الكبير، اللي هو مثلا ولنفترض ان دي شبابيك وان ده عباره عن حيطه ماشي، فانا الاول همسك الكتل اللي انا هطرح منها الشيء المطروح منه، ثم هاجي هنا على كومباوند واجي اقول له هنا تروبوليان اهي، واجي اقول له هنا ستارت، واروح جاي واخد بقيه الاوبجكتس اللي انا عايز اطرحها هكليك بالماوس. طب ما هو الموضوع زي الفل اهو نظيف ومفيش مشاكل ولا حاجه. انا اقصد ان انت لو مسكتي غلط هتقابلك مشكله ان انت ممكن الماكس يقفل، ممكن الكتله نفسها تسود وتضرب، فانت خدي بالك بمسك مين عشان اطرح ايه تاني. ولنفترض مثلا عندنا سيلفانا اللي هو جنب فيلا، يعني هاجي هنا كده اهو واروح عامل الجنب وده خط الارض كده، ثم ابراهيم هاجي هنا كده واعمل شباك. وخد بالك يا ابراهيم كده بص عندك في التوب انت راسم وبتقطع في الحيطه شايفها. طيب ثم هاجي يا احمد بعد كده اروح جاي مكرر الشباك ده، يعني هاجي هنا كده ادي شافت واروح جاي ساحب كده اهي، واقول له والله انا عايز كذا نص. مين يمليني واخد له فيلا من التسعه بتوع النهارده؟ فسلكت الحيطة اختار هدوس على ماشي البوكس الكبير اهي اللي هو الحيطه تمام، وبعدين ايوه كومباوند كومباوند دار شغل كومباوند يس بروبوليان ثم ستارت بيكينج يس. وادوس على كل بوكس. بس انا عندي مشكله، انا لو انا شلت البوكس مثلا، شلت البوكس ده اعمله كده كوبي مش ميك. جدعه احنا خدناها قبل كده. طيب حاجه هنا ادي كوبي اهي وراح جاي واخد الكتله دي كده وكليك يمين اخرج من الامر. اول مشكله ممكن تقابلك ان انت لما جيت عملت هنا بروبوليان قبل ما اكمل بس
لو دخلت على موديفاي هتلاقي الدنيا مش هنا فاضية. هينفع. اه هي بيني انا وبينك تنفع. حصل لي كده في البرجولة. اه هي تنفع خلي بالك، بس انا ما بشرحهاش عشان العيال ما تخليش الكتله تضرب. خد بالك يعني انا ممكن اقولها لك انها تنفع ازاي، ممكن ارجع هنا اوبرنت واجي هنا من الاوبجكت بتاعتي من تحت اختار البوكس الكبير لو انا حبيت اغيره، وادي البوكس. العمايل دي لو انت عندك فيلا وخلاص وتشطبي فيها ممكن يضرب معاك على اخر شباك، شايف؟ اه فبلاش ضرب. يعني، انا في الغالب ما بشرحهاش دي، ما بفتحش ليها سكه مع حد. طيب المهم، فانا جيت خدت من هنا كده يا هايدي، خدت من دي كده كوبي، طرحت وخدت كوبي. يلا مين يمارين بقيه الخطوات؟ اخليها هعمل ازازي يعني، الهايت بتاعها. كده فيلا من التسعه اللي عليكم النهارده تشارك. يلا مين هيكمل؟ رايت كليك، رايت كليك ليه؟ انا مش عايز اخليها ازازي ولا ايه؟ اه بس اخلي تخانتها زيرو عشان ما تبقاش عامل زي القفص. اه اه ثم ايوه، بعد كده رايت كليك عليها ليه؟ عشان اقلل الاوبجكت بتاع في تمام. البروبرتي طب اوبجكت. طب والعظم فين بتاع الشباك؟ مش هعمله لاتس؟ اه ليتس مين اللي كان بيقولي على القوايم المره اللي فاتت؟ بيسالني ان انا بحط الازاز على الحيطه على طول، مش لازم يكون ليها قايم. مين اللي كان سالني السؤال ده؟ لا مش عارف طيب طيب انا عملت العظم، هشيل الجوينتس الجوينتس. واروح جاي مزود السايدز اهي، ارجع للبوكس وازود هنا السيجمنت. ابراهيم انت معايا؟ ابراهيم تمام. اهي. طب اعمل ازاز ازاي؟ زي ما خدنا من شويه نعمل لا اهي، كلون كلون. كوبي. طب ثم الغي امر لك. طب ثم راي كليك بروبرتيز هذا اهي، الفيزابيلتي. وادي الفيزابيليتي. شكل ابراهيم اللي هيلسع مني الباقي. يلا باشمهندس انا اتلخبطت، ممكن حتة الازاز دي تاني؟ وعايش حاضر، بس اكمل دي. ماشي خلاص. هكرر ازاي؟ عايز بقيت املى بقيه الشبابيك، خدهم كوبي. اخلي ده لونه ابيض عشان نشوف. هاخدهم كوبي ولا لازم اعمل جروب الاول؟ جروب الأول. هاجي جروب. هنا كروسنج او ويند واروح جاي ماسك دولت اهم اهي، واجي اعمله هنا جروب لو سمحت. ماشي. ثم حاجه هنا كده بالسناب كليك يمين واروح جاي واخد منها بيرتكس. فيرتكس او ميد بوينت. بس اوكي. خدي بالك وانت بتعملي هنا شيفت اعمل لوك بس عشان ما ادوس على حاجه غلط او ما امسكش حاجه انا مش قاصدها. اوكي لوك يعني ايه؟ يعني انا ماسك الشباك وهفضل ماسك مش هسيبه، هدوس شيفت واروح ساحب كده واقول له تمام. والله لو سمحت انا محتاج من هنا كذا نسخه. وصلت؟ اوكي وصلت؟ اه تمام. طيب تاني بقى مين اللي كان بيقول لي تاني؟ اعتقد هند صح؟ اه الازاز ده اه ينفع، بس فرصة نكتب الحاجات الخطوات. اه انا همشي خطوه بخطوه، واكتبي وقولي لي عيد لي او حتى يعني قولي لي مليني مش مشكله. واحده اوكي واحده يلا. بص مش هخطي خطوه لما تقولي تمام ماشي؟ تمام. انا عندي هنا الاول هرسم الاشكال اللي انا هستخدمها اللي هي عباره عن جنب الحيطه اهي، هو دي اول واحده. وتكتبي جنبها كده الزتونه بتاعت الجزئيه دي، ان انت لازم الشيء المتقاطع معاه لازم يكون معديه، يعني ادي الشباك اهو يكون معدي في الحيطه مش جزء منه. شايف؟ تمام، يعني لو هي مثلا سمكها 20 فهي لازم تبقى مثلا 22. اي اه اي رقم يعدي ان شاء الله 21 ونص او ان شاء الله 20 وتعمل اي رقم يكون معدي. اوكي انا كده جاهز ومستني. لا حاجة كمل. تمام هاجي بعد كده اروح جاي ماسك اصل الكتله واجي هنا ادي كومباوند واجي هنا برو فوليوم واجي اقول هنا ستارت. لو قولي لو كده قولي استني. ها لا لا تمام طيب كمل حضرتك. ستارت بيكنج واروح واخد دول ما عدا اخر واحده ابراهيم اقول له هنا دي خدها ايه؟ الكوبي اي ليه خدتها كوبي؟ عشان استغلها بدل ما اروح اعمل سناب واروح اجيب اوبجكت والقصه دي. هكليك يمين اخرج من طب هو الامر. لو حد اتلخبط مثلا واخدت كوبي من الاول، عادي ان انا امسح مثلا اه عادي بس براحتي، هتضطر. مش هيمسح اه كله. لا لا بس هي اهم حاجه ان انت ما تاخدهاش انستنس، هتاخديه كوبي اه خلاص. والتخانه دي هخليها هنا كده زيرو اهي. ثم هاجي من هنا واقول له هنا ال وانتر لاتس، اشيل الجوينتس اقلل الريديوس شويه، اجي هنا كده هنا البوكس وازود السيجمنتس. ترجمة
عايز اعدل يا احمد اللي هي السايد، اغير شكلها بس عشان شكل الحليه مثلا او طبل العظم. اعمل هنا كليك يمين، اقول له هنا كلون كوبي. هند انت رحت فين يا هند؟ مع حضرتك انا مش طيب فاهمه ايه كلون دي اللي حضرتك قلت هقول لك. كلون تقريبا. بص كلون دي يعني انا دلوقتي عايز اعمل هنا ازاز، فانا بدل ما اروح اجيب السناب واجيب اوبجكت وارسمه، فانا باخد نسخه من اللي انا عامله ده مره تانية في نفس مكان، كلون تعمل لي كوبي في نفس المكان تمام. والغي امر لاتس، انا بستغل بس ان هم يبقوا على بعض بس. تمام ماشي. وبعد كده هرايك لك بروبرتيز اهي، واقول له ادي الفيزابيلتي هيقللها، ثم هاجي بعد كده اروح جاي ماسك الاثنين اللي هو الشباك والازاز اللي هم دول، واجي اعمل هنا كده جروب واعمل لوك بقى واكرره لوك، يعني انا ماسك شباك فقط بالسناب، واجي اقول له هنا شيفت واروح واخد ده كده واروح سحب واروح جاي مكرر كذا مره. وصلت؟ تمام. في عندنا شباكين جوا. مين يعرف يعملها؟ ماشي هنجرب. يلا يلا. مش عارف بقى، عندي بيقول لي انفاليد. طيب بص، دي اصل الفكره نفسها برضك، هي زي ما قلت لك كده برضك، حتى زمان لما جوش كان بيتفرج على الفيديو، القصه كلها مش ان انا احلها، الفكره كلها خطوات حلك هترتبها عامل ازاي. طيب احمد انت معايا صح؟ ايوه ما هو بيت طيب انا بدايتي عامله ازاي؟ انا بدايتي كوره سير، السفير او جويستيك، يعني سواء دي او سواء دي خلاص، بس يمكن السفير احسن عشان هي هتلاقي موجود جواها امر اسمه سلايس، ادي الكرة. وتعالي نغير مثلا يا هايدي درجة اللون عشان تبقى فاتحة شوية. مالها؟ هتيجي الكرة دي مش أربعة تربة؟ أو 360 درجة على أربعة ده 90، فأنت محتاجة إن أنت تعملي سلايس أون من زيرو لحد 270، يعني أنت بتقولي روح شلي التلات أرباع ما تسيبيش إلا الربع. تمام لو تمام قولي تمام، لو فيها مشكلة قولي تمام تاني. طيب ماشي. طب هي الكورة أو الشكل الكروي ده هي بتلف منين؟ المرور بتلف منين؟ أو بتتفتح منين؟ من النص ولا من السنتر؟ من السنتر تحت. أيوه جدع، بس هو هنا من السنتر في النص، طب ما أنا هنقل تحت إزاي؟ ما أنا عندي هنا هيراركي. ديليفري بس خد بالك بقى، في عندك حاجة السفير هتلاقي في عندك هنا حاجة اسمها إيه؟ بيس تو بيس. بيبل. هي من نفسها يا كاترين بتودي لك البيفوت عندك تحت، وده اوبشن سهل اضافي يعني على الكوره. ماشي. تمام. طيب استنى، هو معلش هو الكوره دي يا احمد بتلف، الله بس انا هي قبل ما تلف اصلا هي سوليد ولا مفرغه يا ابراهيم؟ مفرغة. مفرغه. فانا هعمل ايه؟ احنا خدنا شيفت مع سكيب، اعمل كده ثم همسك الكبيره ثم هاجي هنا كومباوند واقول له هنا بروبوليان اهي، واقول له ستارت اهي، واروح واخد الصغير. عملت ايه يا ابراهيم؟ فرغتها. فرغت. ماشي. يبقى انا كده طلعت يا هايدي بايه؟ ان انا عندي ربع مفرغ. اكرره ازاي؟ بشيفت ميرور. روتيت. ايوه ممكن ميرور وممكن مع شيفت مع روتيت. بانجل كام؟ 90 درجه. وحاجه اقول له هنا كده شيفت وهسحبه مره واحده. واقول له انا محتاج ثلاثة غير الاصل. أيه. تمام زي الفل. تعالى بقى كاترين كانت محتاسه في ايه؟ انها تتفتح. طب هتتفتح ازاي؟ طب حضرتك كده تعالي هنا كده على الربع ده، ايه ده بيتفتح بالحب، عمره ما كان بزاوية ابدا صح؟ طب احمد ينفع اجي هنا من الاكسس دي وافتح كده؟ هي دي فتحتها صح كده؟ لا لا ارجع تاني. طب افتح كده؟ لا بطل. طب انت عايز ايه؟ انا عايز تتفتح من النص. هو الزاويه دي كده كام؟ دي طيب 90 90 نص ال 90 كام؟45. 45 45 يبقى انا محتاج الف الاربع ارباع 45 درجه 45 عشان درجة. يبقى كل ربع في نص المحور. يعني امسك الاربع ارباع واقول له هنا بالانجل سناب، وتعالي هنا كده خليها لي هنا 45 درجه.
وامسك كده الاربع ارباع والفهم من الاكس دي كده لفه واحده، يبقى كده كل ربع فين؟ انتوا معايا يا ولاد ولا فين؟ طيب اقول له عنده تايم فريم كذا، هي فين؟ هند. هند ايوه مع حضرتك. حاجه عند التايم فريم كذا، عشان الحته دي انت ما حضرتهاش معايا، واجي اقول له هنا اوتو كي سجل اللي هي بتاعت التايم فريم، اسجل عند الميد فريم اللي هم 4 ثواني وشويه، سجل ان انا هاجي هنا روتيت واروح فاتح كل ربع من دولت 45 درجه. ثم اقفل انجل سناب وامسك الاربع تربة واروح اعمل دي كده واقفل واعمل بلاي. سهله ولا فيها حاجه؟ سهل. تاخد كام ثانية وتعملوها؟ أنا نسيت الخطوات والله. أنا طب مش ممكن عايزك تعرف، نخليها ما أنا مش عايزك تحفظ خطوات، أنا مش مهم بالنسبة لي حفظ خطوات. طيب، عايزين تخلوها في الواجب؟ يا ريت. لو أنا عندي أوبجكت وليكن اللي هو عبارة عن كيوب وفي سيجمنت كده، وعايز أحول الكيوب ده عبارة عن كورة، عايز أحول ده كورة، ينفع؟ البوكس الكورة يس. يعني انت ممكن تروح انت جايبه مثلا اوبجكت اهو زي ده كده، بس اهم حاجه فيه سيجمنت، واجي اديله مثلا هنا ادي امر بند. طب هديله بند كام؟ 90 لا طب ما تديله 360 360 اهو. كوره دي ولا مش كوره؟ كوره دي كوره. لا لا، طيب دي سيلندر. تمام. طب ما تيجي ندي كمان بند. ايه ده، هو انا ينفع ادي الامر مرتين؟ طب واجي اديله بردك 360 اهي، واجي اغير الاكس، كوره ولا مش كوره؟ تمام. بس السيجمنتس بتاعتها بشعة. بس خدي بالك انت مضطر. اي ماشي، بس احنا مالنا ومال الكور ومال اللي انت عملته دولنا اللي هي الالغاز السحر ده. هقول لك، هو اصلا اصل الفكره هي انا مش عاملها ببند، لكن لو انا جيت يا كاترين من هنا كده وجيت من موديفاي، هتلاقي في عندك هنا امر اسمه ايه؟ ايه ده؟ سيريفاي. بيعمل ايه يا ابراهيم؟ بيخليها كورة. هو ايه الهدف اصلا من موضوع الكوره؟ هقول لك، سواء في شغل الاكستيرير او حتى الانتيرير، في مطلع السلالم بيكون في عمودين يمين وشمال، بتبقى في شيء كروي من فوق، سواء كان جبس او دهه او خشب او اي مكان، العمودين اللي هو اليمين والشمال بتوع المطلع لو حد عارفهم. فانا هاجي هنا مثلا، قولي سامعك، لا تاني، معلش، مطلع ايه؟ مطلع السلم، مطلع اي سلالم بتاعت فيلا او بتاعت قصر او بتاعت حتى مدخل فيلا، بتلاقي في عندك من فوق هنا في كور، في شكل كروي من فوق، اللي ممكن هي يبقى فوق خشب. الهاند رين يعني. يس. اللي تبقى فوق الهاند رين، ماشي. ممكن تبقى اوكي. خشب او ممكن تبقى جبس. طب انا هنا رحت عملت بوكس وعارف مقاساته قد ايه وزودت له سجن، ده اصلا اصل الهدف من الموضوع كله. تمام. طيب انا عايز اعمل الكره هنا فوق، فانا هعملها ازاي؟ الاول انا هاجي اقول لو سمحت امسك لي، همسك ازاي؟ عن طريق ايديت مش. ايه ايديت مش؟ ده امر بيسمح لي ان انا امسك اي جزء واعدل فيها من الكتل الفيرتكس لو حد فاكر، اللي هي ايه؟ النقط او الايدجز او الحواف او الفيس، اللي هي اي بوليجون دبل فيس او تمام. البوليجون اللي هو المربعات. لا انا هاجي امسك والالمنت شكل كله، هاجي امسك مثلا مجموعه فيرتكس كده، وعلى حسب كميه الفيرتكس انت بتختارها على حسب الريديوس بتاع الكور. طب بعد ما انا عملت سيلكت حاجه هنا كده وانا عامل سيلكت حاجه، اقول له هنا ايه؟ تليفون. بقى الكوره اللي بقتش بس صغيره عنده، وهاجي امسك مثلا حبه اكتر، وهاجي هنا كده وانا ماسكهم هاجي اقول لهم كده اولاد سفري فاير. هتشايفها؟ تمام. بس في سؤال مهم بقى. ايه هو؟ سؤال مهم قوي. علشان الانترسكشن الانترسكشن بينها وبين العمود اللي تحته. ده طبيعي، ما هو ممكن لولا الانترسكشن او الكونكشن ده، طب انا كان ممكن اجيب السفيره واحطها واخلص. لكن في سؤال مهم، ولا نطنشه وخلاص؟ لا لا، نقول ايه هو؟
اقول يا انه خلاص. سؤال. طيب هو انت عملتي دي، والمفروض ان اللي فوق تاخد ماتيريال واللي تحت تاخد ماتيريال، صح؟ افصلهم ازاي؟ مش هرجع بقى للايديت مش تاني، لان هاجي هطلب ايديت مش تاني، انا هطلب الامر تاني، عشان اجي هنا كده يا محمد اروح واخد هنا ده، واجي من ضمن الاوبشنز اللي موجوده جوه ايديت مش هتلاقي عندك ريتاتش. مين اهي، افصل ده عن ده. يبقى انا كده مسموح لي بعد ما عملت الشكل ده ادي من فوق خامه او ماتيريال او لون، وادي تحت خامه او ماتيريال او لون. وصلت؟ تمام. تمام. طيب فاكر عشان دي مهمه، مهمه قوي. تاني انا معايا اوبجكت، والاوبجكت ده هنقول مثلا ان هو 10 في 10 وارتفاع 100، ده الاوبجكت ده اهو. اهم حاجه فيه عندكم يا اولاد اللي هي موضوع السيجمنتس، طب اللي فاكر منكم خطوه ماليه، اللي فاكر يعني ادت مش من موديفاي ليه، ايه السبب عشان عشان تسمح لي؟ امسك الفيرتكس، عشان امسك الفيرتكس طب سؤال، هو انا لازم اعملها فوق؟ ما ينفعش امسك في النص؟ براحتك. على اي فيرتكس انا عايزاه. ثم وانا ماسكهم اعمل ايه؟ سبوتيفاي، سبيريفاي. سبوتيفاي، عايز افصلهم. اعمل ادت مش جديدة. ايوه، اوعي إيوة ترجعي بقى القديمه، لان انت لو رجعت القديمه هتلغي لك سبيريفاي. هيبصي، فانت هتيجي تطلبي تمام. اديت، هتطلبي اديت مش تاني، وامسك الفيرتكس تاني من جوه اديت مش الجديده، ثم اجي اقول له هنا كده ابراهيم ايه؟ ريتاتش. بس طب ايه اللي هيحصل لو انا في الايديت مش القديمه هتلغي لك الامر. عملت، ما انا لو عملت ديتاتش بعد كده لما ارجع لسبوتيفاي مش هيرجع لي لا الكوره؟ ما خلاص، انت خرجت بقى من الامر، ان دي بقت اوبجكت وده اوبجكت اهو، خلاص باي باي كده. يعني دي بقت لوحدها اوبجكت اديت ماشي اهي. وصلت؟ طيب. طب حد يعرف يعملها؟ ولا اعملها لكم تاني؟ لا لا نجرب. يلا عامل ده ازاي؟ البوكس احط له تيبر بليميتس. بس انت هتعمليها كام مره؟ وهتعملي ميرور كام مره؟ ان شاء الله ما اتعملت، هتاخدي فيها كام؟ لكن البديل بتاعها احنا خدنا حاجتين، حاجه برجعك بيها للذاكره، حاجه احنا خدناها اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عندك في الاكستندد هتلاقي في عندك حاجه اسمها هوس، لو حد فاكر. ساعة ما قلت لكم شغل الارابيسك في اول محاضره. ودي ما خدناهاش. ده خدناها. ساعة لما قلت لكم جربوا الاوبجكتس ما حدش يكرر فيها ولا واحده. في تاني محاضره لما جينا خدنا بدايه الاشكال ال 2 دي، ساعة لما قارنا ما بين السفير والجيوسفير، ساعة لما خدنا اللي هي مسجد قبة الصخرة الدوم بتاعتها وتاج محل مناقشة. اوكي. ايوه. طيب طب ثم ان ده بقى اوتوماتيك لو انت فاكره هيضرب في دماغك. طب ثم ايوه ماشي، بس مش هو ده يحمل الشكل. هتروح انت جاي هنا كده في موديفاي والدعبس، اذا هدعبس على ايه يعني؟ اشيل السموز بتاعتي، واجي اقلل عدد السايكلز بتاعتي، واجي اقلل عدد كمية السيجمنتس بتاعتي، هي ولا مش هي، واشكال تانية مختلفة. تمام، يبقى انا كده طلعت بحل او نتيجة من اتنين. طب ايه اللي احنا قلناه دلوقتي من شكل الكورة وشكل كذا؟ هو الراجل ده ادانا يا هايدي، اداني هنا بوكس. طب بعد ما هو اداك البوكس، انت ممكن تجيب هنا سلندر، ده الكلام ده، انت الكلام ده رايح جاي معاك انت شخصيا وانت بتفكر، وهتيجي تقول له والله انا محتاج ان انا ازود سيجمنت واقلل سايز واشيل السموث زي ما احنا عملنا في البرجول، وتعالى نفتح لونه عشان نفكر سوا. ادي الشكل، وهاجي ازود له هنا الهايت سيجمنت. ايوه، انت عملت كل ده ليه؟ لان هو الراجل ده كده يا احمد جدا يا ابراهيم امر اسمه اديت ماشي، وقال لي انت ممكن تعدل في الكتله من جوه، وامسك مجموعه فيرتكس واعمل لها موف او روتيت او سكيب، يعني اعمل كده. شايف؟ يبقى اقدر اطلع الشكل على مزاجي. برضه خلي بالك احنا في مرحله الكي جي، لان مرحله البروفيشنال بتاعتنا في ال2 دي هرسم سكشن واعمل له حاجه اسمها ليس كانها ريفولف كات 3 دي. خلي بالك؟ يبقى انا كده استفدت حاجتين، اقدر ان انا استخدم اديت مش في ايديك مانيوال، وفي نفس الوقت اقدر اعمل ايه؟ اطلع الشكل اللي انا عايزه. تمام. يبقى دي كده اول زتونه خدناها بطريقه غير مباشره. طيب هاجي تاني كده، هعمل هنا كده، اجيب الكتله اهو. فهمت المغزى بتاعها يا احمد؟ طيب اجي هنا كده مرش اهي،
تعالى بس هنضفها في الفايل قبل ما ابعتهولك عشان ما ايه ما حدش ايه يقع في مشكله. دي الفيلا بتاعتك اهي، واجي هنا كده اروح جاي مكبرها. انا لسه عامل الكلام ده بس للاسف انا ما سيبتش هي دي. تمام، وقفت دي كده وعمل اكسب عشان انا هبعت لك دي اللي انت هتشتغل عليها. اه طب استنى، هو انت دلوقتي الشكل الهرمي اللي من فوق ده انت هتعمله ازاي؟ أوه. ده كده انت جبت اول حل هو الكون. طب استنى، هو انا ما ينفعش اعمل اولاد عباره عن بوكس؟ ممكن اعمل بوكس واقلل وأختار ال جدع، يلا قول الايديت مش واخد الفيس. يبقى انت خلاص مخك مشي على موضوع اديت مش وامكانيه التعديل عشان تطلع اي شكل. ما انتش مربوط ولا بالبيراميد ولا حتى بالكون ولا اي حاجه خالص، خدت بالك؟ تمام. يبقى انا كده كسبت ايه؟ نتيجه غير مباشره لشكل انت ممكن تطلع. طيب في عندك ايه تاني؟ اه ده هو ايه الحد ده، في زاويه هنا. ايه زاويه؟ ممكن اعملها ازاي؟ انا بقى بجري ورا حته ممكن اعملها ازاي؟ اه ده هو الراجل ده ادانا في البدايه الاكستنشن وفي اكستنشن. حلو والله الموضوع ده كده كويس قوي كده، ماشي ادي زاويه يعني. وادي التكنيك بتاعتها اهي، واقدر اتحكم في طولها وعرضها واللينس وزي ما انت عايز. كيفه؟ تمام. ايوه وابتدي اعمل لها ميرور مع الحرم. طب استنى، هو الراجل ده ماشي ويدي السلالم. اه بس مش عارف، انا مش متخيل. ما انت الكلام ده انت بتقوله بصوت عالي، انا هعمل الكلام ده واميله ازاي ولا اي حاجه. حضرتك هتروح انت جايب هنا تشامفر بوكس بعد ما تعمل الكوبيستا اهي، وتيجي تروح انت جاي عاملها روتين. شايفه؟ وتعدل في السموزنج بتاعها، عايز تشيل الكلام ده ماشي، عايز تقلل ارتفاعها يمكن، عايز تشيل الفلت وتقلله براحتك. حد معايا؟ تمام. تمام. طب استنى بقى، طب انت هنا السلالم دي، السلالم دي هنعملها ازاي؟ هو في سلالم جاهزه احنا هناخدها المره الجايه. طب لحد ما ناخدها المره الجايه، هو الراجل ده ادانا سلمه كام؟ ال 30 120 15 اه في 120 ادي هنا 15 ماشي. هو انت عندك كام سلمه؟ معلش 10 5 اي رقم. فانا هاجي هنا كده شاف واجي اقول له لو سمحت بالسناب، انا محتاج من هنا يا احمد مثلا من فيرتكس اهي اهي، وهاجي اخد منها نسخه واجي هنا كده يا ابراهيم اقول له والله انا محتاج اثنين او ثلاثه على حسب ما انت عايز العدد يعني. ثم الارتفاع بتاع اللي في النص دي لحد ما احنا جينا خدنا، هتروح انت جاي مخلي دي ثلاثه. 30 طب اللي بعدها دي هاجي 45 مخلي دي 5. 45 يبقى انت كده وصلت لكام حل من كام حاجه؟ حاجات كتير. حد فهمني اقصدي؟ طب اه ليه؟ ان انت اصلا اه اصل الشغل بتاعنا مش شويه اللعب ده، لا احنا عايزين نوصل لمراحل حاجات زي كده. بس انا هخبرهم لك عشان انت تشوف. بعض الناس بتشتغل انتيريو، فاحنا محتاجين نطلع ده مش بعد الكورس، الكلام ده محتاجين احنا نطلعه بمراحل الكورس، بدءا من موديلنج ثم الكاميرا ثم اللايت والاي دي والكلام ده، لاندسكيب والخلفيات والحاجات دي. مش هديك قشور واقول لك والله انت طلعت بالكورس من ده، ده كورس ايه اللي بيديني ده؟ فاهماني؟ فاهماني؟ ده ما ياكلش عيش. فانا عشان اوصل للمرحله اللي انا بتمناها في كل كورس زي ما هو موجود متسجل على اليوتيوب عندكم، محتاج ان احنا اطحن وقصاد الطحنه دي تشتغل قصاد بافكار بقى مختلفه. جيت مثلا انت بتشتغل مثلا خلاص ما فيش ولا عماره ولا ديكور في قفل خلاص، لكن انا هشتغل فتحت شركات بتعمل شغل اللي هو المحابس وحاجات الميه وشغل الستيل ده وغالي جدا، فاهم؟ انتيكات يعني. اوكي وجات لك سكاتش بتعمل ايه ده؟ يا نهار اسود، انا عامله ازاي ده؟ ايه ده؟ ابتديها ازاي؟ حته ابتديها ازاي اللي هي تحليل شكل الكتله، هو ده الكونسيبت واخد من بعده. حد فاهم؟ يعني انا لو لقيت قرد، لو لقيت قرد مبنى على هيئه قرد وزي حديد الله يرحمها كانت قادره انها تعمل حاجه زي كده، اقدر اصمم. فاهمني؟ اوكي وصلت؟ تمام. بس. هي كان في فيلا تانية كمان كتير. ايه في ايه صعب فيها؟ أكيد اللي بتكلم زي الموجة ده. اللي هي اللي فوق دي. طب تفتكروا ممكن اعملها ازاي؟ واحنا بنفكر برضك مع سوا مع بعضنا بصوت عالي. دي بند اه في بند. بينه اه وبين بند. بند. اه يعني ممكن اجي هنا كده يعني حته تفكيرها مين اللي قال بند؟ اعتقد هايدي.
تفكيرها بان هي قالت كذا ده مكسب ليه؟ لان هي خلاص ابتدت، خلاص المخ ابتدى ياخد ايه؟ العمليه مش سهله، ده هو الراجل ده اكيد هيدينا زيتونه في النص. يعني بقت مخونه دايما، انت خدت بالك هايدي؟ ان هو ان اكيد في فيها لعبه، حوار. اه فيها حوار جدع. وهو خلي بالكم يمكن اللي شغال منكم في السوق عارف الكلام ده، اي حاجه فيها حوار. وبعد كده خد بالك انت اصل الديزاين هيبقى بتاعك انت، يعني ما حدش هيديك الديزاين يقول لك خليه كذا، ده انت اللي هتخترعي على ورق ثم هتنفذيه ثم هتاخدي ابروفد على الماكس بتاعه ثم هتديه للشركه تنفذ. حد معايا يا ولاد؟ فاجي كده اروح جاي مزود سيجمنت اهي كده تمام، واجي اقول له لو سمحت روح اعمل لي من هنا امر بنت اهو، واجي دي دي يعني. ايه ده ما طلعش يا فندم، غير الاكس اي برضك ما طلعش يا فندم، ما تروح تعمل ميرت. هتلاقي نفسك انت بتركب الاوامر اللي احنا خدناها عندك كاترين ايه واحده بواحده، شايفه؟ تمام. يبقى انت كده بتجمعي كل الاوامر في امر واحد او في اوبجكت واحد او في شكل واحد اهو. ازوم بس عشان الكروته اهي، حد معايا؟ وغير 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 من الأرض. ده المقصود. طب استنى الكروس دي عامله ازاي؟ على فكره الحل اللي انا بحله ده انا ما عملتوش مع حد قبل كده، كنت بعذبه من الاول وبعد كده احل في المحاضره اللي بعدها، انا بتكلم بجد والله، بس عشان انا قفلت النهارده حاسس ان انتوا مخبطين شويه. اعمل الكروس دي ازاي؟ احنا بنشغل جمجمه سوا كلنا بنفكر بصوت عالي بس، يعني انت اصلا اصلها هو عباره عن بلينر ماشي، والسيجمنت بتاعتك يا احمد اهي، عامل له لاتس، ايوه جدع برافو عليك اهي نطقت اهي. هو ممكن تبقى سوري مين اصلا اللي مش قال عارفه لاتس؟ اخليهم اكس، مين؟ انا بس مش عارفه اخليهم اكس طيب بقى ازاي. اه حاجه اقول له هنا قال لي بنعمل لاتس اهي. هو انا في طريقه اعمل بيها السيجمنت تبقى دياجونال ومنها لاتس. ايوه فين بقى؟ ما طب هنعمل ما ايديت مش، وبعد لا كده اديت ممكن مش نعمل بص كرييت سيجمنت. بص 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 ايه دي؟ ignore ignore hidden hidden edges. edges. الحق دي عملتها وتروح انت جاي عامل ميرور. طلعت يبقى خدت كام زيتونه، فهمت بقى؟ كتير، ده كتير قوي. وصلت؟ تمام بس انا بقى في الكورس كله توتال على بعضه ما يهمنيش الشرح بقدر ما يهمني الزيتون اللي انت هتعمله وتجيب لي مشاكله عشان تعرف تاكل عيش برضه، اتفقنا؟ ايوه طبعا.